اهلا بيكم معانا في نيو فارس. طبعا انا خالص مش هقدر اقول لكم ان انا محاضر نهائي، بس هقدر اكلمكم عن نيو فارس واقدر اكلمكم عن الكورس معايا. اول حاجه احنا هنبتدي مع بعض المنهج، مش هقول لك زي ما الناس بتقول بصوا في 10 دقايق وفي ربع ساعه وفي نص ساعه وفي يومين و24 حلقه و25 حلقه انت هتبقى بوب بتاع اللغه الانجليزيه، بس هقدر اقول لك ان انت هتبتدي معانا من الزيرو وهتبتدي تتدرج معانا خطوه بخطوه، وهنحاول ان احنا نوصل لك المعلومه زي ما تكون عندنا بالظبط في الاكاديميه. طبعا احنا مش هنوصلها لك عن طريق اسمع يا ابني خد، لا هنوصلها لك عن طريق منهج مبسط، والمنهج ده كمان رغم ان هو مبسط بس هتسمع الاجانب فيه، هتسمع المصريين وهم بيتكلموا فيه، وفي النهايه هتلاقي الورق تحت وتبتدي تحله. لا ومش كده كمان، بعد 4 مستويات انت مستواك هيفرق، ده انت بعد حلقتين مستواك هيفرق، هتيجي تحصل معانا على شهاده، شهادتك هتكون معتمده، يعني مش اي حاجه. استنى معايا. هلو تو نيو فارس اكاديميك كورس. وطبعا بعد المقدمه اللي سمعناها دلوقتي مفيش حاجه انا ممكن ازودها غير اني هشرح لك الكورس على طول، بس هنبه ان الكورس ده بتاع بيجنرز، يعني لو حضرتك عندك معلومات شويه او مستواك متقدم شويه فاعتبر نفسك انك بتراجع معانا مش اكتر. اما لو حضرتك من المبتدئين فتبدا بقى من النهارده ان شاء الله تحضر الكوبي بوك وتكتب ورايا كل معلومه مهم جدا انك تحتفظ بيها، لان زي ما قالت لك الاستاذه في امتحان في الاخر هتمتحن بعد كل 4 مستويات وتحصل على شهاده، وده مش هيكون طبعا على الذاكره، لازم تكون كاتب ومذاكر معايا كويس جدا. في نفس الوقت بيبقى في اكسرسايز في نهايه الحلقه، يا ريت تركز فيه معايا كويس قوي وهتلاقي الموضوع بسيط مش صعب والتقدم ان شاء الله هيكون سريع. First of all, let's speak about letters. Letters in English. من المفترض ان انا اكون عارف how to pronounce letters or the sounds of the letters. ما كنتش حافظ ال letters بس. يعني ما كنتش حافظ A, B, C. لا اكون عارف ال A بيديني sound A, ال B بيديني sound A. وده موضوع هنتكلم عنه في كورس الفونيكس واحدة واحدة، ولكن النهاردة على الأقل نقرأ ال letters مع بعض. Try to listen to me please. حاول ان انت اي حاجه في ايدك تسيبها وفوكس with me okay، وحاول ان انت repeat after me if you can okay. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A B C D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. لو عدتهم مره او اتنين مفيش مشكله عشان تقدر تحل الاكسرسايز اللي هيطلع قدامك حالا. Hello, what is your name? My name is Beth. How do you spell that? It is B E T H. Hello, what's your name? My name is Beth. How do you spell that? It's B E T H. طيب شوف اجابتك كده هي دي؟ تمام. Another exercise. Hello, what is your name, please? My name is John. How do you spell that? It is J O H. Hello, what's your name, please? My name is John. How do you spell that? It's J O H N. عرفت تكتبها؟ طب شوف معايا كده. تمام. كده كويس قوي.
طيب خدت بالك انا بسألك اسمك ازاي؟ قلت لك ايه؟ What's your name؟ طب هما في امريكا بينطقوا كده؟ الصراحة لا، هو في المناهج اللي بتجيلنا بينطقوا كده. طب انا لو بسمع فيلم هيقول ازاي؟ What's your name؟ John Coffey Mayer. What's your name? 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 Yeah. هتفتح الاو بتاعتك زي ما بتسمع في الاغاني والافلام بالظبط. What's your name? What's your name? Okay. طيب يا ترى انا لازم اقول my name is كذا؟ لا والله، في امريكا يقول لك كذا على طول جون، او ام جون بالكتير. طب لو قال my، عايزين تعرفوا my بيقولوها ازاي من غير ما تضحك؟ my name. حتى في اغنيه اسمها كومن نيم، كومن نيم، ما تقولش كول ماي نيم، نيم. اوكي، يبقى اول سيتويشن خدناه النهارده بعد الليدرز واتس يور نيم، فلان على طول يكون احسن اجابه. اتفقنا؟ حلو قوي.